أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى حكاية عن فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وبين إسلام اليهودي عند الاحتضار وقد قبل الله جل وعلا إسلامه؟ اليهودي أسلم قبل الغرغرة، أما فرعون إنما أسلم حين أدركه الغرق، هذا في القرآن، فلما أدركه الغرق قال آمنت. ما يصلح هذا، إذا أدركه الغرق شاف الموت ما يقبل منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.